يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 29 مارس و7 رمضان. لو بنتكلم على أيام الشهر الكريم، فأهم ما يميز هذا الشهر الكريم تحديدا هو تبادل الزيارات وصلة الرحم ما بين بقى سواء كان الأقارب والأهل أو الأصدقاء كمان. لكن سؤالنا النهاردة بيقول، لو أنتوا معزومين على الفطار، فحضراتكم من الناس اللي بتروح بدري العزومة ولا بتحاول توصل قبل أذان المغرب بشوية أو شويتين؟ وقبل ما أقول أنا بعمل إيه، أسأل منا الأول بتعمل إيه؟ والله أنا بحب أوصل على المغرب أو بعد المغرب كمان بدقيقتين ثلاثة أربعة خمسة. بعد المغرب. وأحب لو حد جاي لي يعني برضو. السؤال بتروح على الأذان ولا قبل؟ فأنت لا بتروحي بعد. أجاوب بحقيقي ولا أجاوب بحق ربنا ولا أختار من المتعدد؟ لا طبعا قولي. طيب أنا قلت الإجابة اللي بعملها. وبحب كمان لو الناس جاية لي تيجي على الفطار بالظبط أو تيجي بعدها. قبل الفطار يا عبد الصمد بتبقى الساعة ضيقة كده باللغة الدرجة، الناس بتبقى كلها ضيقة، احنا بنبقى بنجري حوالين بعض، عايزين كل حاجة بتبقى بيرفكت، عايزين كل العزومة تبقى ما حصلتش، عايزين نرحب بالناس ونبقى عارفين نستقبلهم ونبقى عارفين ناخد بالنا منهم ونقول لهم أهلا وسهلا بيكم ونحط لهم أكل كويس ونبقى واخدين بالنا للأطفال ليهم مكان محدد يبقوا عارفين يتحركوا فيه، ما نبقاش قاعدين مقيدينهم وفي نفس الوقت مش خايفين على حاجتنا وفازاتنا وحاجتنا. فلا ده ما بيبقاش، مهما حاولت إنك تخلص حالك بدري لا ما بتلحقش تخلص قبل الفطار. فلو وصلت على الفطار او بعد الفطار بخمس دقايق انا بشوف ان ده افضل بكتير من ان انا اوصل بدري. لا والله. اه والله انا مختلف تماما بقى. توصل بدري؟ انا حسب الشخص اللي انا رايح له، يعني لو الشخص اللي انا رايح له هو قريب قوي مني بزياده فبحب ان انا اروح بدري علشان خاطر ان انا اساعد في تحضير مثلا ان احنا نفرش السفره نهيئ. اه والله ده حقيقي بيحصل بزمت. لا 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 ما تقلقيش، انا بحب اعمل الحاجات دي قوي. عملتها عند مين؟ كتير. ليه؟ صحابي. لا 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 لا، اي حد من اصدقائي المقربين اللي هو الكلوز فريند ليا. السفره بنعملها من قبلها بيوم، بنشيل السفره وبننظف السفره وبنحط السفره بتاعت اليوم. هي ماشي، بس حط السفره بتحطوا الاكل قبلها بيوم؟ لا لا مش بنحط الاكل، بس يعني انا بروح اللي هي الساعه البدري دي عشان اساعد، عارفه اللي هو ايه، يبقى اسمي موجود حتى على الاقل يعني. لكن يمكن منا وهي بتقول حاجه، قالت اللي احنا ايه بنجري حوالين نفسنا في الساعه اللي قبل الفطار، وفي حقيقه الامر هي الساعه اللي قبل الفطار دي انا بلاحظ ان الجري حوالين نفسنا ما بيكونش فقط داخل البيوت، لان للاسف في كتير قوي وكأن خلاص نهاية العالم، أنا لازم أجري عشان ألحق أوصل وقت أذان المغرب تحديدا، فبنلاقي حالة من حالات السرعة الشديدة في الطرق، ويمكن ده يعني لا قدر الله لا قدر الله بيؤدي لوقوع عدد من الحوادث بعد كده. خلاص انت لو انت مستعجل كده بقول لهم، ما هو ده انا بكلم، لو انت لو انت مستعجل او انت يعني عاوز توصل في ميعادك انزل بدري شويه، لكن ما بقاش انا نازل متاخر او اتاخر ما فيش مشكله، خلاص انت رحت متاخر خلصت. لا لا هتلاقي الزحمه خلصت فهتوصل في الناس كلها قاعده بتفطر، فانت هتمشي سيد الشارع براحتك، في خطه موضوع بالظبط. لكن انا بالنسبه لي الموضوع منا بحب ان انا لو الشخص هو قريب ليا بحب ان انا اروح بدري نص ساعه تلت ساعه، يعني مش بعيد قوي، اه يعني ساعه بالكثير قوي. لا 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 تعالش كده، لكن فكره ان انا معزوم، يعني انا النهارده معزوم هتلاقيني اون تايم، يعني انا رايح على الميعاد. لا حقيقة انا النهارده معزوم فعلا، كلميني هتلاقيني الا مثلا والمغرب بيأذن انا طالع على السلم خلاص بقى رايح له. لا انا رايح لهم خلاص ما فيش مشكله، ليه؟ قرايبي بعيد شويه فخلاص مش مشكله، يعني لو انا وصلت في ميعادي بالظبط بحس ان انا لو انا رحت بدري زي انت ما بتقولي بيبقى الوقت فيه ربكه فبعمل حرج للناس اللي انا رايح لهم اكتر من اللي انا نوع من انواع بالظبط، بيبقى فيها نوع من انواع الحرج بصراحه، فبحب لا انا اروح في ميعادي بالظبط، ولا مني اللي انا عطلت الشخص عن الفطار ولا مني اللي انا رحت بدري فسببت له نوع من انواع الحرج، لان ست البيت او رب المنزل بيكونوا هما الاثنين على فكره بيساعدوا بعض في تحضير السفره، فمش هيبقوا فاضيين اللي هو يقعد معاكي ولا يقف يساعد مراته ولا، فلا خلاص انا بعفيك من الحرج، نسيب السفره في حالها. مش عارفه ليه كل الناس عايزه تساعد، سيبوا السفره في حالها يا جماعه. اكيد يا منى، فالكل عاوز يساعد برضه، نساعد بعد ما نخلص. طيب. شيلوا السفره على اي حال، دي اجابتي انا وانت، لكن اكيد اجابه الساده المشاهدين هنشوف فيها يعني كتير من الاختلاف، انا واثق في ده يعني تحديدا، لان احنا كمصريين دايما بنحب ان احنا نبهر الكل باجاباتنا المختلفه يعني، فهننتظر اجاباتكم على سؤالنا النهارده
بيقول لو معزوم على الفطار بتحب تروح بدري ولا بتحاول توصل قبل أذان المغرب بشوية؟ ده سؤالنا اللي بطروح على صفحاتنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا الخاصة ببرنامج صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.